أخوي غربلك كلت باجلة بالمخيم وتلفت بالغازات. أحب الباجلة والعاش يا أبو قتادة. هوب 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 شوف هالشايب مسكين اللي مقطوط هناك. فقير ليش هادين هني؟ وقف خل نوصله نكسب فيه اجره محوت. شكو فاضي انت؟ انت ما شفت لبسي؟ تبي وصخ من حالات الضباط بقع وير وزوير ما عنده حين. وقف وقف اهو وقف ولا اكسر قرصارتك. لا يا الخبل 50,000 دينار هذي. وقف يا حيل الله. حجي نوصلك؟ اي والله تعال زين يا ولادي على ايدك. وين تبي حجي؟ وياكم. ويانا بس وين تبينا نوصلك يعني؟ ها؟ ايه وياكم. امبي هذا شكل السكران لا يذبحني. خلودي اقرب مغفر وهم يتصرفون وياه. حجي ايش فيك ماسك الجنطة كذي؟ لو ولدك ما تمسكه كذي الله يهداك. حط الجنطة يمك وارتاح. ما اقدر اهد الجنطة. وليش بالله ايش فيها الجنطة؟ 1,000,000 دينار؟ لا فيها 100 مليون. 100 مليون؟ يا ابو نبيل تعال سوله تنفس صناعه اللي يموت علينا. ان شاء الله ان شاء الله يا ابو قتادي. يا الاهبل سو حق الريال مو حق الجنطه. جنطتي وين جنطتي؟ وين جنطتي ابيها يا الطيبين؟ جنطتي راحت. حجي امشي وياي البيت ارتاح وتسبح وكلك لقمة والصبح يصير خير. لا والله ما يروح الا وياي. توك ما تبي ولا عشان اللي بالجنطة؟ ايش رايك نلعب كولو بامية؟ يلا قول يلا كولو بامية. انا من ايام الروضة وانا اخسر بهاللعبة والله. هذا يدك. بس انا يدي توفى بسيزن 2. اوه يدك طلعنا له بدل فاقد زين. لا 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 انا ماني قاعد بهالبيت شوفوني مكان ثاني. يدش فيك انت شايف دشداشتك عشان تقول ما بيك عد بهالبيت؟ قصر حسك قصر حسك يدك مليونير مليونير. حجي تعال خل نروح فيلتي هالمكان مو مستواك. لا انا بشتري قصر واحط فيه خدم وحشم يخدموني لعنبوا الفلوس اللي ما تعزرائيها. ها وليش الخدم حجي؟ احنا نخدمك بعيوننا. اهم شيء تقطع علينا كم مليون. قصدي اهم شيء رضا الله ثم رضاك. امشي وياي حجي انا عندي لك خوش قصر وسعره رخيص. هذا القصر وشريناه. وين الخدم؟ وين الحشم اللي بيخدموني؟ ها حجي انا بجيب لك ستاف كامل ومحترف. دق على ربعنا خليون ويساعدون. القصر وايد كبير ومنها يستفيدون بالمره. انت بالفلوس تتقسم على ربعنا كلهم؟ صدق انك مو كف ونعمه. ونبيل ما تصير طماع عاد هذول ربعنا والقصر وايد عود ما نقدر عليه بروحنا انا وياك.
فين أبو الملايين حبيبي؟ أنا أبو الملايين آمر. امشي نجر يالا لديك على عفاك. ملايين منو الناس نمان اجرندح معذبك يلا. معرايش فيك فشلتني. هذا هو المليونير اللي بنشتغل عنده يا حفوي. واي انا متأسف جدا 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 يا عمو، اللي ما يعرفكش ما يسميناكش طال عمرك. يا جماعة بس كم من هذرة، ها الحين بنوزع الشغل بيننا ونعطي كل واحد مهمة. بنبيل انت طباخة. قصدك طباخ؟ لا طباخة احلى علي. تعمر طال عمرك. بعمارة انت البودي جارد ها؟ يعني بلطجي وماله، ما هم كله شغال. بو مشعل انت السايق الخاص. عاد انا اول كنت اسوق تاكسي متعلم. فيروز انت السكرتير. اوه كشخه كشخه خالي، عدل عدل. اول مهمه لك يا فيروز، نبيك تسبحه وتنظفه وتعطره وتبخره. يلا ابو نبيل قوم سوي لنا العشاء. يا طباختنا لا تنسين تلبسين التنوره. أقول يا لفتة، شنو تنصحني أكل؟ بس أنا مو اسمي لفتة. كيفي أنا بسميك لفتة، عندك مانع؟ لا ما عندي مانع، أنا لفتة شايفوه؟ أخ لو مو ملايينك كان علمتك منو لفتة. أنا أنصحك إنك تأكل فخذ هالدياية. شنو بتوكلني على كيفك أنت؟ يا هبل اخذ حذفة برا. هبل مين والناس مفلسين؟ هبل يلا زخه بره بره. ياه انا متاسف اوي اوي اوي، بس انت عارف انا عشان الفلوس ارمي حتى ماما. ما يصير مليونير واقشر البيض بيدي. تعال يا مهند. يا حليلك نزل راسك زين. ها حاضر حاضر. صرت مهند اشوه انه راضي علي. انت يا تشارلي تعال عض صبعي. ايه عضه تشارلي وعض صبعي. شنو قلب كينكي الموضوع؟ الله ياخذك. اوت تشارلي بايت ماي فينجرز. اوف. وبعدين يعني مو جايني النوم. نوموني عافيه. ها لا اله الا الله شايف يحفظها الله. لا اله الا الله شايف يحفظها الله. لا هالغنية ما تنومني، قولوا لي حزاية. كان يا مكان في قديم الزمان وفي سالف العصر والأوان، يقولك ولد الملك حب بنت الخباز. وبعدين بنت الخباز دزت لبي بي ام وقالت له تعالي الأفينيوز من وراي لا يشوفونك أهلي من جدام. يا عيني عليهم بيقعدوا يدوروا على شقة مفروشة لحد ما تطلع عينين أهليهم وما بيلقوهاش. وابوها ما يوافق ويقول البنية حق ولد عمها، ويجي ولد الملك يفشش أربع تواير قدام بيتهم. وكان تحتر وتين ويدش هايني، وكان يسوون لها زار خالي. بتحازوني عدل ولا تردكم ويب غيركم؟ أنا سمعت إن اللي عند الخرفان بالليل ينام بسرعة. يبوني خرفان. مو خرفان صجيي، أنت انسدح وتخيل أكو خرفان. شوفوا يا التقنبية، المليونير ما يتخيل، المليونير يبوله. سمعتوا؟ حجي من وين يبلك خرفان هالحز الله هداك؟ مالي شغل فيكم، أبي خرفان الحين الحين الحين. ما تبكيش دموعك غالية علينا والله. ما والله صرنا مسخرة يا الربع. نعمل ايه؟
أكل العيش يحب الخفاية. يا خفيف. بس وقف، هذا المحل اللي أشتري منه هدومي. وسع يالا وسع. اتفضل طال عمر سعادتك. حلو ما شاء الله ذوقك حلو. ايش رايكم؟ حلو ما شاء الله ذوقك حلو. اقول يا عبد الواحد، انا النهارده اسمي عبد الواحد ابي المصاصة اللي بيد الولد. طب يا راجل يا مفتري، ما انت عندك 100 مليون تشتري مصنع مصاصات، عايز اللي في ايد الواد ليه؟ حبكة تمص دي يعني؟ يا عبد الواحد لا تردد لمعذب، لا يروح علينا الحلال. ابي 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 ما لي شغل. ابي 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 هات المصاصة يا عاد اهو. نحشة يا الربع. إلهي يخرب بيتك زي ما خربت بيتي يا شايب. يا أبو عنين زيغة ما يملهاش غير التراب. أنا مقدر تعبكم معاي هالشهر اللي طاف، وراح اصرف لكم مكافأة كل واحد 5 ملايين كويتي. فرج عن حلاوة حلاوة بلدي ونجاوة نجاوة، اتفرج على حلاوة حلاوة. مشاوير العمر عل وعسى ألقى حبيب المفتلد. لا 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 لا، هم بلطجية النظام البائد وصلوا هنا ولا ايه؟ وين المعذب خالي؟ أخاف صار في شيء. يا ولد اللي يحوش المعذب أنهيه بتليفون واحد تليفون. ونبيل كم بقى عندنا من 100 مليون؟ بقيت 300 فلس. مش خلنا نشتري فيهم فلافل حق الشباب على ما يرد الشايب. اهما اهما يا حضرة الشرط، اللي باقوا 100 مليون دينار. اهما هي 100 مليون، احنا ما بقنا شيء. يبقى هالريال مينون منحاش من مستشفى المهنين، ولقى جنطة طريجة فيها 100 مليون دينار، ويقول انكم خطفتوه وخذيتوا منه الفلوس. انا ما عندي جيمر وجبر معجب والسوالف، طلعوا الفلوس. شكلنا رحنا وطني،
قلت لك يا ابو قتادي، ابوي قال لي اللي اشر لك لا توقف لي. ما سمعت الكلام، صدقت ان حكي الاوليين كله صدق. صبر صبر صبر، كنا حلقتكم عويا اليوم. اكو جنطه فيه 100 مليون؟ عبالكم المشاهدين اغبيه مثلكم مصدقينكم؟ يعني صايدنا يقول ما تشيل الجنطه. شوف هذيل كلهم انواط بو الف، اكيد بتشيل. نوط بو الف؟ ودي اصدق ودي، بس قويه قويه.